أيام قليلة تفصلنا عن تخرج دفعة جديدة من قسم الإعلام بجامعة حضرموت ليلتحق أفرادها بالعشرات من سبقوهم من خريجي هذا القسم منذ افتتاحه قبل 8 سنوات. ومع هذا العدد غير البسيط لمن يفترض أنهم صحفيون، إلا أن شيئا مما كان يؤمل منهم أن يغيروه في واقع المشهد الذي تعيشه اليوم الصحافة المحلية الحضرمية لم يتحقق حتى الآن. الإعلام لم يلبي طموحات أهل حضرموت. لماذا؟ عندنا كل الإمكانيات، لكن الظروف التي مرينا بها ولا زلنا نمر بها في اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص هي التي جعلت مننا نحن نعيش في تخبط إعلامي. غياب المؤسسات الصحفية والإعلامية الفاعلة بالمحافظة قد يكون هو الآخر سبباً في عدم إيجاد واقع يحاكي متطلبات الصحافة ودورها، وبالتالي خلق تأثير فاعل ومجدي لها. فالمكلة التي عرفت الصحافة منذ النصف الأول من القرن الماضي لا توجد بها صحيفة يومية ولا مؤسسات إعلامية قادرة على استيعاب مخرجات قسم الإعلام أو حتى مراكز متخصصة في التدريب والتأهيل لتلك المخرجات. الصحافة عندنا لا إمكانيات الأصحف، تواكب الناس الأصحف، تعكس الموجود الأصحف، يستطيع الواحد أن يوصل لها ويطرح فكره، الأصحف تقاوم، الأصحف تكشف إيش الموجود في قضايا كثيرة، كل القضايا لا استثني شيء منها، قضايا الحكم، قضايا السلطة، قضايا الاجتماع، قضايا الإرهاق، قضايا التخلف، كل القضايا عندنا هي متأخرة جدا. التهديدات الأمنية والقضائية والإدارية ساهمت في إيصال واقع الصحافة المحلية إلى ما هو عليه اليوم كما يقول بعض المراقبين. في فترة حصلت قضايا كثيرة إجرائية أدت إلى تراجع العمل الصحفي، وهو القمع والملاحقة والتضييق على الرأي والتضييق على الفكر والتضييق على العمل الصحفي على المهنة نفسها. هذا حدث عندنا هنا في عدن وفي المكلة وفي الشمال في كل مكان وفي صنعاء، وهذا أثر كثير. نحن جزء من الناس اللي تأثرنا في هذا الجانب. وعلى الرغم من أن مستوى تلك التهديدات والمخاطر التي تجابه العاملين في وسائل الإعلام بحضرموت لا يزال منخفضا مقارنة بمناطق أخرى من البلاد التي وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود بالأخطر على الصحفيين من بين 180 بلدا، إلا أن هنالك منهم من يواجهون تحديات تتمثل في تعرضهم للتصنيف بناء على هوية الوسيلة الإعلامية العامل لديها، ما قد يتطور في بعض الحالات للتحريض ضدهم، وهو ما قد يؤثر على قدرتهم في القيام بأعمالهم بحرية كاملة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.